تتبع عورات الناس، مسألة أن أنا أروح سواء كان عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق يعني تواصلي شخصيا مع أشخاص معينين، أن أنا يعني أدور الزلة بأي طريقة، والزلة هذه أي أكبر الموضوع هذا وأحاور أنشره. يعني ما أدري ما الدوافع إلى هذا الموضوع بالذات، وما جزائي بهالشيء؟ والله صدقت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: يا معشر من يا أخي، أنا هذا الحديث والله يا عقيل كلما قرأته أنتفض، وإذا قلت على المنبر سبحان الله عجيب. يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شديد يا أخي، في وعيده يخوف بصراحة. يعني ولا تتبعوا عوراتهم، لا يبدأ يقول وش قال وش قال، عندك صور للموضوع، عندك كذا، طيب ارسل لي ارسل، يتتبع يفرح. ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته. بنتك بكرة تزل، ولا ولدك، ولا أنت بشر وتخطئ، ولا يصيدون عليك صورة، ولا يصيدون عليك، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورات أخي تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. والله يجيب لك الله واحد يصورك وأنت في داخل بيتك عشان تتأدب ولا تتبع عورات الناس.